قام معالي وزير النفط الدكتور علي صالح العمير بزيارة هامة إلى جناح الكويت في إكسبو ميلانو العالمي، زيارة سلطت الأضواء على الطاقة كجزء لا يتجزأ من حاضر ومستقبل الكويت، جزء يرتبط بمنجزات الكويت في مواجهة صعوبات الطبيعة وقهر الصحراء وتوفير الماء والزراعة ورغد الحياة لكل مواطن، وأيضا تسخير الطاقة ذاتها لخدمة البيئة، وهي ركن ركين في النجاحات التي يعرضها للعالم جناح الكويت عبر الإكسبو العالمي 2015، كما يؤكد معالي وزير النفط في تلك الشهادة عبر تلفزيون دولة الكويت. تشرفت اليوم بزيارة جناح الكويت في معرض إكسبو في ميلان، ولا شك بأن ما رأيناه من جهود رائعة وأنشطة فيها من الفن ومن أيضا الرقي ما هو مبعث للفخر والسرور بأن أبنائنا وبناتنا الحمد لله عكسوا حقيقة قوة هذا الشعب الكويتي، وعبروا فيه مراحل كثيرة منذ نشأة الكويت إلى التطور الذي نشاهده اليوم، ومنذ التحدي الذي كان في طلب الرزق سواء الغوص على اللؤلؤ أو ما يكتنف الحياة البرية من مشاق إلى النهضة الحديثة. كان في استقبال الوزير مدير الجناح مازن الأنصاري، ورافقه في جولته لتتبع أقسام الجناح ومعروضاته المختلفة وفد من 9 أعضاء يمثلون معظم قطاعات الوزارة، وقام مدير الجناح بشرح الرسالة التي حرص الجناح على تقديمها لعشرات الألوف من الزوار كل يوم، وفي بؤرة ارتكاز تلك الرسالة الجانب المميز لدولة الكويت كدولة رائدة بين دول العالم في العمل الإنساني، ودور أميرها المفدى حفظه الله كرائد للعمل الإنساني في الألفية الثالثة. والحقيقة ما هو مبعث الفخر صورة الحقيقة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وهو يتسلم جائزة القائد للعمل الإنساني من الأمين العام للأمم المتحدة، وتسمية الكويت كمركز للإنسانية لا شك بأنه مبعث الفخر، وهو توج حقيقة سموه في هذا الصنيع، توج الحقيقة معرض إكسبو بهذه الصورة التي وضعت والتي تدل على أن الكويت شعب يمد دائما يد العون لكل المجتمعات التي تحتاج مثل هذه المساعدات. معالي الوزير زار بعد ذلك عددا من أجنحة مجلس التعاون الخليجي تأكيدا لتضامن الكويت مع كل الأجنحة المشاركة في الإكسبو. وزارة النفط هي بوتقة الطاقة في الكويت بشقيها النفط والغاز، ولها بصمات كثيرة على ما يقدمه جناح الكويت للعالم من منجزات في هذا المجال. حمدي صالح، تلفزيون الكويت، إكسبو ميلانو.